السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب، والتي سنبدأها بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم العالية والمتوسطة في عموم المنطقة الغربية ووصولا حتى أقصى شمال شرق المملكة تحديدا حفر الباطن ومرورا بالمنطقة الوسطى تحديدا منطقة حائل والقصيم وشمال منطقة الرياض. وهذه الغيوم هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي عملت على هطول زخات رعدية ومحدودة من الأمطار. التوقعات الجوية لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء تبقى المنطقة الشمالية تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد. درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا بينما ساعات الليل تنخفض لتصبح باردة نسبيا، في حين تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في باقي المناطق. تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد خلال نهار يوم الاثنين في المنطقة الشمالية. يستمر الطقس حار نسبيا خلال ساعات النهار مائل البرودة إلى بارد نسبيا خلال ساعات الليل، في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة في باقي المناطق. تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد اعتبارا من يوم الثلاثاء، وتعود وترتفع درجات الحرارة تدريجيا في المنطقة الشمالية مع استمرارها حارة إلى شديدة الحرارة في باقي المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غائمة جزئيا بغيوم عالية بدون فعالية مع 27 درجة مئوية الملموسة 26 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين طقس حار 43 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية، يوم الثلاثاء يستمر الطقس حار 44 إلى 30 درجة مئوية، أما يوم الأربعاء تسجل العظمى 43 درجة مئوية، أما الصغرى 27 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.